الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموق الفضائية والقنوات المصاحبة لقناة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من ختام المرموم 2022 في يوم الحجايج، في يوم الرموز. الكاس الأول ذهب مع الشامخة إلى هالي زاخر، وهنا البندقية، بندقية الجعدان، تنتظر أحد الفائزين في هذا الشوط. بداية نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط الواضح على المقدمة في هذه اللحظات للسيد علي بن حمدون بن محمد بن حمود اللي نشوف. ناخذ اللي في المركز الثاني، ناخذ اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، مكفي على المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد النجمي بن حمد بن متعب العامري. وفي المركز الثالث نشوف اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات، ارى اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات، نشوف اللي على المركز مشرف للسيد عبد الله بن سعيد بن زاهر الخيالي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مايهاب، اللي على المركز الرابع للسيد محمد بن محمد بن حمد المحيربي. وفي المركز الخامس مروح على المركز الخامس للسيد منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، شعار هجن مرغم، لكن هني الملكية غير، والشعار شعار مرغم، شعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على ظهر الواضح. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مكفي للنجمي بن حمد بن متعب العامري. مروح وصل، مروح على المركز الثالث للسيد منصور بن سعيد آل سالمين المنصوري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين على المركز الرابع للسيد سعد بن عامر بن سعد الرفاد الرسمي، متواجد مع مشرف على المركز الرابع. المركز الخامس، ناخذ اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات، ما يهاب للسيد محمد بن احمد بن محمد المحيربي، متواجد ايضا هنا في هذا الشوط، شوط الرمز، شوط البندقية. هيا السلام، ارى شيء قادم بقوة. الوالم، والم الوالم صاحب بندقية ولي العهد، قادم بقوة بشعار حمدان بن سعيد بن يابر ابن زعبيل، قادمين مع الوالم الى المركز الثاني. لكن ابناء مرغم على المقدمة مع الواضح، الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والم هنا حمدان بن سعيد بن يابر. يا السلام، المركز الثالث، المركز الثالث نشوف مكفي للسيد نجمي بن حمد بن متعب العامري. المركز الرابع الصير من السيد محمد بن سعيد بن حمدش الخيالي، قادم من الخزنة. يا السلام، بالحزمي قادم، بالحزمي قادم ايضا حمير بالحزمي العامري على ظهر الطاغي. روحي الواثق، روحي الواثق بن حمدش بن قناص، قادمين بقوة، عينهم على البندقية. الواضح، الواضح لازال على المقدمة، والأمور ما وضحت حتى هذه اللحظات. الطاغي، الطاغي بدأ يطغو على المقدمة بشعار محمد بالحزمي بن قناص العامري. روحي عمير، جماهيرك محبينك يحيونك، السلامات إلى زاخر للمرة الثانية. كاس وبندقية، البندقية
الى هالي زاخر تهانينا للسيد محمد بالعزمي بن قناص العامري. سلام يا بالعزمي سلام. المركز الثاني الصيرمي للسيد سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي. المركز الثالث مكفي للسيد نشمي بن حمد بن متعب العامري. وفي المركز الرابع الواضح على المركز الرابع الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس هداد للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. حدث توقيت في هذا اليوم، يا سلام على أرضية ميدان المرموم، التوقيت الأفضل في السنوات اللي مضت وفي السنة هذه 2022. يا سلام سلالة شاهينية تفرض نفسها في كل مكان وفي كل زمان. نشوف التوقيت 5:38.3 وعنده زود البندقية، والتوقيت يذهب إلى هالي زاخر، إلى محمد بالحزمي بن قناص العامري، وإلى عمير، وإلى حمد، وإلى علي باللاحج بعد. سلام عليكم يا شباب على هذا الأداء المتميز الذي قدمه الطاغي في هذا المهرجان المتميز، مهرجان المرموم 2022. المركز الثاني الصيرمي 5:41 وفاء وتماما. تهانينا الى اهالي الخزنه للسيد محمد بن سعيد بن حمدش الخيالي. مساء الخير يا ابو سعيد، والذي وصل في المركز الثالث 5:42 ست اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك مكفي نشمي بن حمد بن متعب العامري. مساء الخير يا بوابه 11، والذي وصل في المركز الرابع والخامس. نقول لهم الناموس، تهانينا للجميع. هنا رمز رمز